بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد كنا نتمنى نكون معاكم النهاردة على الهواء مباشرة، ومعانا بالتأكيد أجواء الفرحة والكواليس وحالة السعادة اللي هتكون موجودة في السعودية بالتأكيد لبعثة النادي الأهلي بعد مباراة الدور نصف النهائي. ولكن قدر الله وما شاء فعل، كنا أمام لحظة تاريخية للوصول للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، خاصة أنها النسخة الأخيرة. ولكن التوفيق بالتأكيد مش هيكون محلفك في كل المباريات. امبارح كان في ضياع للفرص، كان في عدم استغلال لأهم الفرص في الشوط الأول تحديدا، كان في مؤثرات خارجية كالقرارات التحكيمية التي صدرت من الحكم الذي أدار مباراة الأمس. عندي تفاصيل كتيرة عن حكم المباراة، عن أجواء المباراة، عن كل التفاصيل المتعلقة بمباراة الدور نصف النهائي، وكيف يستعد الأهلي لمباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة المقبل، وفي انتظار بالتأكيد الخاسر من لقاء اليوم ما بين مانشستر سيتي مع أراور الديفلز بطل أسيا الفريق الياباني. حلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يغلق صفحة فلومينينسي ويستعد لمباراة البرونزية. وكمان جوارديولا، الجميع في مصر يشجع الأهلي. وفي الترند المحلي، فيتوريا يستقر على ضم كهربا للمنتخب. امبارح بيب جوارديولا كلمه مؤتمر صحفي للمان سيتي فور الوصول الى المملكه العربيه السعوديه، ويمكن الراجل اتكلم في نقاط عديده متعلقه بمباراه اليوم امام بطل اسيا. ولكن عندما توجه لي سؤال بخصوص مشاركه الاهلي في البطوله، قال كلام مهم جدا عن النادي الاهلي، وكان ابرز جمله قالها، قال وانا في مصر لما كان بيقضي فتره الاجازه في الصيف الماضي، قال الناس كلها بتتكلم عن الاهلي، الناس كلها بتشجع الاهلي، فريق كبير جدا من اهم واكبر الفرق في المنطقه العربيه. ولكن كنا نتمنى بالتأكيد السيتي يكون طرف مع الأهلي في النهائي، ولكن لعل وعسى النهاردة يمكن تحصل مفاجأة، والمباراة اللي كنا بنتمناها أنها تكون في المباراة النهائية قد تكون مباراة تحديد المركز الثالث هي أهم مباراة في البطولة. عموما كل شيء وارد في الكورة، أنا انتظر النهاردة نتيجة مباراة السيتي مع أراور الديفلز بطل اليابان. طيب نروح لمباراة اليوم في كأس العالم للأندية، وزي ما كنت بقول لحضراتكم النهاردة الساعة 8 بتوقيت القاهرة في مباراة مهمة جدا في الدور نصف النهائي لكأس العالم. فريق أراور الديمونز بطل اليابان هيستضيف مانشستر سيتي، هذه المباراة اللي هتقام بالتأكيد على استاد المدينة الرياضية للملك عبد الله، ونتمنى يا رب استاد الجوهرة المشعة يعني هذه المباراة. لكن طبعا المباراة الثانية، مباراة تحديد المركز الثالث، هتكون يوم الجمعة على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ملعب ثاني اتلعب عليه مباراة أراوا مع ليون المكسيكي، دي المباراة الثانية اللي هتتلعب عليه اللي الأهلي هيكون طرف فيها بإذن الله. نروح لدوري أبطال إفريقيا، والنهاردة استئناف وبداية مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال. منذ قليل انتهت مبارتين، مازيمبي فاز على نوازيبو الموريتاني 2-0، وبالتالي يصل إلى 7 نقاط في رصيد الصدارة بالنسبة لهذه المجموعة في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز وصن داونز. أيضا سيمبا حقق انتصار مهم جدا وأشعل الصراع في المجموعة الثانية بعد الفوز على الوداد المغربي 2-0، هذه المباراة اللي كان يعني أول قيادة فنية لفوز البنزرتي اللي تولى تدريب الوداد، ولكن خسر من عبد الحق بن شيخ المدرب الجزائري اللي بيقود تدريبات فريق سيمبا التنزاني. سيمبا حاليا بخمس نقاط، الوداد في المؤخرة بثلاث نقاط، وفرصة في الصعود تكاد تكون صعبة جدا في الاستمرار. الساعة 6 في ثلاث لقاءات، بيراميدز وصن داونز مباراة الصدارة والعودة من جديد لتصدر المجموعة لأي من الفريقين، خاصة بعد فوز مازيمبي. بترو أتلتيكو والترجي، وهي مباراة تأكيد الصدارة لبترو أتلتيكو أو اللحاق بصدارة المجموعة لفريق الترجي التونسي. الساعة 6 أيضا أسيك وجالاكسي، المباراة اللي هيديرها طاقم تحكيم مصر بقيادة أمين عمر، وهذه المباراة هي مباراة الصدارة لأسيك لكي ينفرد ويتأكد من فكرة التأهل للدور الثاني، لأن أسيك لو كسب هيكون 10 نقاط ويبتعد بخمس نقاط عن صاحب المركز الثاني سيمبا التنزاني. الهلال والنجم الساحلي هي مباراة الفريقين اللذان يسعين إلى تحقيق أي انتصار، في ظل أن الهلال بثلاث نقاط والنجم الساحلي بثلاث نقاط، ونتيجة مباراتهم مرتبطة بالتأكيد مع نتيجة مباراة بترو أتلتيكو والترجي التونسي، ولكن الهلال والنجم الساحلي هيكون الساعة 9 مساء. بالمناسبة سيمبا الوداد الساعة 3 واللي خلص من شوية 2-0 في نفس الملعب ده النهاردة
في نفس الملعب الساعة 9 بالليل الهلال هيستضيف النجم الساحلي على نفس الملعب في مباراتين في يوم واحد. طيب الدوري الأسباني الساعة 8 النهاردة رايو فاليكانو هيستضيف فالنسيا، والساعة 10:30 غرناطة هيستضيف إشبيلية. نروح للدوري الأسباني أيضا واستكمال باقي المباريات النهاردة، 3 لقاءات، الساعة 10:30 أيضا أتلتيكو مدريد هيستضيف ختافي. دي أبرز مباريات اليوم واستكمال باقي مباريات المرحلة والجولة في الدوري الأسباني ب3 لقاءات. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندي تفاصيل وكلام مهم جدا عن مباراة الأمس وأمور متعلقة بالتنظيم بالنسبة للاتحاد الدولي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية، ولكن بعد الفاصل. قبل ما أدخل في تفاصيل وكواليس أحداث مباراة الأمس أو أحداث البطولة بشكل عام، عندي مجموعة من الأخبار بعد نتيجة مباراة الأمس وخسارة الأهلي في الدور نصف النهائي، ومن ثم انتظاره للخاسر في لقاء اليوم ليواجهه في لقاء تحديد المركز الثالث يوم الجمعة المقبل بإذن الله. النهاردة في استئناف للتدريبات على الملعب الفرعي، الملعب رقم 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. هذا التدريب هيكون أول تدريب بعد مباراة الأمس، أكيد هيكون في راحة للمجموعة اللي شاركت في المباراة، في تدريب قوي للمجموعة اللي ما شاركتش، خاصة التغييرات كلها امبارح كانت بعد الدقيقة 70، فنقدر نقول يعني حتى اللاعيبة اللي شاركت في المباراة بالأمس النهاردة أكيد هتخوض جزء كبير جدا من المرات. مباراة الأهلي في المركز الثالث زي ما قلت لحضراتكم هتكون على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. على فكرة هو الملعب ده بعيد شوية عن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية اللي هو استاد الجوهرة المشاعة، يمكن المسافة حوالي 10 دقايق ربع ساعة، يعني المسافة من الفندق اللي موجود في الأهلي بالملعب اللي بتقام عليه المباريات اللي لعب عليه الأهلي مباراة اتحاد جدة وفلورمنسي بطل البرازيل 10 دقايق ربع ساعة، المسافة هتزيد شوية كمان 10 دقايق عشان تروح لملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وحتى ساعة الملعب أقل شوية وأصغر شوية من ملعب مدينة الأمير أو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. طيب كمان الجهاز الفني النهاردة أغلق صفحة مباراة الأهلي مع فلومنسي في كأس العالم، والنهاردة مارسيل كولر في المران بتاعه هيكون في بعض الجمل الخاصة على التحضير للمباراة القادمة، وبنسبة كبيرة أيضا كمان هيكون في حضور من الجهاز الفني لمباراة اليوم في الملعب اللي بالتأكيد هتكون مواجهة ما بين مانشستر سيتي مع أراوا ريد الياباني بطل آسيا. كولر على فكرة عمل اجتماع بالأمس في فندق الإقامة في المساء عشان يحدد البرنامج التدريبي في الثلاث ايام اللي جايه، النهارده الثلاث بكره الاربع، التدريب الاساسي يوم الخميس، فكان بيحضر للمرحله اللي جايه، الثلاث تدريبات اللي جايين اللي ازاي الجهاز الفني هيشتغل عليهم. واكتر حاجه ركز عليها كولر ان خلاص مفيش كلام على مباراه نصف النهائي وتركيزنا كله يكون على المباراه النهائيه. طب مزيدا من التفاصيل عن اجواء مباراه الامس، التحضير اليوم، الاجواء في جده بشكل عام، نروح لزميلنا احمد عصام الناقد الرياضي اللي موجود حاليا في المملكه العربيه السعوديه لمتابعه ورصد اخر الاخبار والترتيبات في كاس العالم للانديه. ابو حميد مساء الفل. ازيك محمد، اخبارك ايه واخبار كل فريق العمل؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الله يسلمك يا ابو حميد. اولا عايز اطمن منك على الاجواء في المملكه العربيه السعوديه بعد خساره الاهلي بالامس. النهارده في بالتاكيد مباراه للمان سيتي، يعني انت اكيد عايش الاجواء وموجود بالتاكيد في المركز الاعلامي وشايف كل التفاصيل هناك وردود الافعال كمان بعد مباراه الامس. احنا لسه واصلين اهو لحضور مباراه السيتي، لكن عايز اقول لك ان امبارح من بالليل يعني كان في يعني لا قدر الله حاجه كبيره قوي حصلت امبارح. الاجواء الناس كلها زعلانه، سواء البعثه الاعلاميه، سواء الجاليه المصريه اللي موجوده هنا او المقيمين، سواء الجمهور اللي كان مسافر وجاي يحضر. الحقيقه يعني امبارح كان رغم حالة التفاؤل الكبيرة اللي كانت موجودة قبل ضربة البداية والثقة الكبيرة اللي كانت عند كل هنا، مش هقول جماهير بس، لا جماهير وإعلاميين وحتى لعيبة النادي الأهلي كان عندهم ثقة كبيرة جدا قبل المباراة، لكن اللي حصل في المباراة واللي شفناه للأسف يعني كان عكس كل التوقعات، لكن الحمد لله يعني جت سليمة. طيب عايز أعرف منك يعني التفاعل الإعلاميين والصحفيين اللي موجودين في البطولة، وفي صحفيين كتير من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه وصلوا في ال 48 ساعه الماضيه، ردود الافعال ايه يا احمد على نتيجه مباراه الامس؟ وهل في تعليقات على حكم المباراه اللي ادار مباراه الامس ايضا؟ لا، هم الحقيقه التعليقات ما كانتش على التحكيم او على اي حاجه اكتر من النادي الاهلي، هم شايفين ان النادي الاهلي يعني بحكم متابعتهم للبطوله مش شرط يكون مع فلومينينسي في النسخ اللي فاتت، شايفين ان في تطور كبير في اداء النادي الاهلي، والنادي الاهلي متواجد بصفه دايما، لكن
شايفين ان امبارح النادي الاهلي في الشوط الاول كان بالفعل احسن من فلومينينسي، وكان ممكن يكون طرف في المباراه النهائيه لولا ان يعني الحظ كان بعيد شويه. يعني هم كانوا بيتكلموا بيقولوا ان الشوط الاول لو الحظ كان معاكم، انت عارف دردشه بقى بين بعد المباراه مع الزملاء الاعلاميين اللي من البرازيل اللي كانوا موجودين، قالوا ان لولا الحظ خدم فلومينينسي في بدايه الشوط الاول كان زمان النادي الاهلي هو اللي متاهل ومتواجد في المباراه النهائيه. طيب الجاليه المصريه يعني متواجد انت في جده، واكيد بعد المباراه شفت عدد كبير من الجاليه المصريه، الناس هترجع وتسافر تاني تحضر الماتش يوم الجمعه في جده، خاصه ان المباراه يوم الجمعه هتكون مختلفه عن اجواء مباراه الامس. امبارح كان في صعوبات شويه، الناس كلها في العمل ومعظم الجاليه بتيجي من مدن مختلفه في المملكه، فالجزئيه دي برضو رصدتها ازاي يا ابو حميد؟ يعني شفت ازاي الجزئيه دي مع الجاليه المصريه وعدد الجماهير اللي بالتاكيد عايز يحضر كل مباريات الاهلي؟ هو انا عايز اقول لك ان امبارح حتى مع وجود يوم عمل في وسط الاسبوع، كمان كان يوم الاحد عندهم كان يوم راحه اضافيه، هم عندهم الاجازه الصيفيه بيقولوا عليها، مش عارف الصيفيه تقريبا بيقولوا عليها، دي كانت بتبقى 3 شهور هم قللوها خلوها شهرين، وبقوا بيدوا يوم كل كام اسبوع كده يبدوا يوم حد اجازه، فالحد اللي فات ده كان اجازه والاثنين كان بدايه العمل بالزبط. لكن مع ذلك كان في اقبال كبير جدا على شراء التذاكر، وكل ما بنروح في حته سواء مصريين مقيمين او سواء حتى سعوديين كانوا بيبقوا عايزين تذاكر لحضور المباراه. امبارح بقى كان جمهور الاتحاد يعني استغل فرصه ان النادي الاهلي بقى خسر و قلبوا علينا الطاوله. امبارح كان في احتفالات كبيره جدا من جمهور الاتحاد، بس برضه يعني خلينا نتفق ان هي كلها في اطار الهزار ودم خفيف يعني مش اكتر من كده. يعني الحقيقه الاجواء كانت جميله، احنا حتى كنا بنهزر معاهم امبارح واحنا راجعين لمكان الاقامه من الملعب، ركبنا مع واحد من الاشقاء السعوديين قال لنا ايه ده انتوا باصين؟ لا مش هركب ونزلوا. كانت يعني اجواء هزار كلها في كل مكان بقى، كل ما نروح في حته كده انتوا باصين؟ لا مش هنعمل، ونقعد نهزر ونضحك. لكن الحمد لله يعني لحد دلوقتي الاجواء كلها مثاليه رغم خساره النادي الاهلي، حتى جمهور النادي الاهلي امبارح اللي كان خارج زعلان. يعني الماتش الاولاني كنا خارجين كجمهور وكاعلاميين وكمقيمين، كل الناس هنا كانت بتحتفل. امبارح الناس كانت خارجه زعلانه، والحمد لله برضو ما نقدرش نقول ان كان في اي ملاحظه او اي خروج عن النص من اي فرد. اكيد حضرت المؤتمر الصحفي لبيب جوارديولا في المان سيتي؟ طبعا دي فرصه العمر. التعليقات وفي ظل ان امبارح كانت في تصريحات مهمه جدا اتكلم فيها جوارديولا عن النادي الاهلي يا احمد. الحقيقه يعني جوارديولا خليني اقول لحضرتك ان يعني الراجل هو يعني حط من عنده شويه ملح وفلفل وبهارات على الكلام. هو كان بيتسال بشكل عادي ايه رايك في الفرق اللي موجوده وهل كلهم عندهم فرص، بس اللي كان بيسال كان من مصر، فقال له انا من مصر. هو سمع من مصر دي وراح من نفسه راح رايح على النادي الاهلي وقعد يتكلم وافرد مساحات كبيره بيتكلم فيها عن النادي الاهلي. قال انا كنت موجود في الصيف اللي فات في مصر، وقال الحقيقه النادي الاهلي كل لما اروح في حته كان الناس بتوقفني وتكلمني عن النادي الاهلي. انا عارف ان الاهلي جماهيريته كبيره جدا وشعبيته، حتى لما اتفرجت على مباراه اتحاد جده الاولى المفروض ان ده مش ملعبه وان دي مش بلده، لكن لاحظت برضو الاهتمام والحضور والشعبيه الكبيره جدا للنادي الاهلي. اتكلم قال ان النادي الاهلي هو يعرفه من قبل ما يجي كاس العالم، وشايف ان هو واحد وان لم يكن افضل الفرق العربيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي. وكان طبعا الكلام ده كان قبل مباراه فلومينينسي، كان قايل ان كل الناس عندها حظوظ متساويه للفوز بالبطوله بما فيهم النادي الاهلي، لكن للاسف بقى النادي الاهلي خسر النادي. طيب وانت دلوقتي في الملعب وبتشوف، هتشوف بعد شويه ان شاء الله يعني بعد حوالي ساعتين كده مباراه المان سيتي مع اراوا بطل اليابان، الحضور الجماهيري بالنسبه للمان سيتي، انت عارف المان سيتي يعني بيلعب في المملكه العربيه السعوديه، فده حدث كبير جدا، هل في حضور جماهيري واضح قدامك في استاد مدينه الملك عبد الله الرياضيه، ولا الامر مختلف لان الاهلي اكيد ايا كان المنافس بتاعه الاهلي بيبقى اكتر شعبيه فالحضور في مباراه الاهلي اكتر؟ لا هو لسه لحد دلوقتي ما وضحتش المعالم. الملعب ان شاء الله هيفتح للجماهير الساعه 7 بتوقيتنا هنا، يعني كمان نقدر نقول ساعه الا ثلث لسه بالزبط. بس في الشارع وفي كل حته لا، جمهور المان سيتي يعني مانشستر سيتي عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في الوطن العربي كله مش في الامارات بس، كمان هنا في السعوديه في مجموعه كبيره جدا بيشجعوا
مانشستر سيتي كفريقهم رقم واحد في اوروبا، فاعتقد ان النهارده هتكون فرصه يعني الناس كلها تيجي وتحضر، لكن كاعداد لسه مش واضحه لحد دلوقتي. في بقى بلوت تويست بقى كل الناس بتفكر فيه دلوقتي، ان مانشستر سيتي يخسر النهارده في لعيبه النادي الاهلي على المركز الثاني. هيبقى مباراه الثالث والرابع اهم من المباراه النهائيه. خلاص بقى مش حد يحضر النهائي. يمكن يحصل مفاجاه، يمكن. ابو حميد انا بشكرك وكل التوفيق يا رب لكل الزملاء في المملكه العربيه السعوديه في تخطيط بطوله كاس العالم للانديه. دي كانت اجواء كده سريعه عن ردود الافعال واجواء اليوم خاصه قبل مباراه المان سيتي. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. طبعا امبارح كان في ضياع للفرص وكان في اصرار على ان الاهلي يحرز هدف مبكر من الشوط الاول، ولكن يا جماعه الكوره دايما التوفيق مش هيقعد معاك في كل المباريات. يعني لو قارنا ما بين فرص مباراه الامس مع فرص مباراه اتحاد جده، التوفيق كان معانا في مباراه اتحاد جده، سواء في البدايه ركله جزاء، سواء في تسديده حسين الشحات اللي كانت امبارح حسين بيحاول يكررها مره واثنين وثلاثه مش عايزه تيجي، لكن في ماتش اتحاد جده من اول لمسه الكوره راحت هدف. هو ده عنصر التوفيق، انت بتشتغل وبتجتهد وبتعمل اللي عليك، لكن التوفيق ما كانش معاك. حكمه ربنا سبحانه وتعالى على فكره يا جماعه، خدوا بالكم برضو، اي مدير فني بيشتغل على انه يوصل فرقته للمرمى، ولكن مش يعني ما بيبقاش عنده الفكره ان هو ازاي يعني هو اللي يحرز الهدف. ممكن يعمل لك اكتر من 10 فرص، يعمل لك مثلا تسديدات كتيره على المرمى، ولكن في النهايه انت مدى يعني تركيزك على المرمى. انا من وجهه نظري يعني من خلال متابعتي للاهلي في بطولات كتيره في كاس العالم للانديه، في بطولات انا حضرتها من الملعب وفي بطولات شفتها من خلال شاشه التلفزيون، كولر في بطوله كاس العالم في المغرب وبطوله كاس العالم في المملكه العربيه السعوديه، الاهلي لعب افضل مباريات ليه في كاس العالم بكل امانه. يعني انا شفت مباريات كتيره من اول 2005 من اول نسخه الاهلي شارك فيها، وفي بطولات انا حضرتها وسافرت وشفت عن قرب اداء الفريق. لا انا مع كولر شفت الاهلي في كاس العالم في المغرب والنهارده في السعوديه افضل كتير. بيلعب كره هجوميه، لعب ماتش قدام ريال مدريد كبير جدا، لعب مباراه امام اتحاد جده مباراه كبيره جدا. الفوز على اتحاد جده في السعوديه يا جماعه على فكره فوز مش هين، فوز مش عادي، فوز مهم جدا في التوقيت ده بالذات، وانت بتلعب مشروع كبير جدا بيحاولوا يوصلوا بالكره السعوديه لمستوى معين. انت باقل امكانيات ماديه رحت اثبت ان القصه مش قصه فلوس بس، لا قصه امكانيات فنيه، قصه جرينتا، تحدي، اصرار، تركيز، كل ده انت قدرت تحققه في ماتش اتحاد جده، وانا شايف ان ده لا يقل اهميه عن الوصول لنهائي كاس العالم على فكره. ممكن البعض يختلف معايا، ولكن انا وجمهور كتير من جماهير النادي الاهلي كانت شايفه ان مباراه اتحاد جده كان تحدي كبير جدا في كاس العالم للانديه، وانا حتى من قبل ما تتعمل القرعه وانا هنا من نفس المكان قلت اتمنى ان الاهلي يواجه اتحاد جده السعودي، وقلت اتمنى ان الاهلي يكون عنده البدايه والانطلاقه مع اتحاد جده السعودي. ده نقطه مهمه جدا عشان تشوف انت وصلت لفين. لما واجهت بطل كوبا ليبرتادورس اكيد ليها يعني اطار مختلف، استعداد مختلف، طريقه مختلفه. الشوط الاول انت حاولت وكان عندك فرص كتيره. حسين الشحات هل ممكن بيفكر في الانجاز انه يكون هداف العرب في كاس العالم؟ هل ممكن يكون عايز يتساوى مع ميسي وسواريز انه يحرز 5 اهداف في كاس العالم؟ ده كل ده طموح مشروع، ولكن الانجازات الفرديه مع الانجاز الجماعي ما اتحققش امبارح. كهربا كان ليه محاولات، بيرسي تاو ما كانش محظوظ، التغييرات ممكن كانت متاخره، ولكن يا جماعه اجمالا انا شايف الاهلي عمل مباراه كويسه جدا. والحاجه الثانيه وده اللي كان ليه تاثير سلبي على النتيجه، وهو طاقم التحكيم اللي ادار المباراه. ناس تقول لي ده حكم ادار نهائي كاس عالم، كان عنده اخطاء فادحه في نهائي كاس العالم على فكره، كان عنده اخطاء فادحه، وانا مش قادر استوعب ليه من ساعه نهائي كاس العالم الراجل ده بيغلط في الملعب محدش في الفار بيراجعه. يعني في نهائي كاس العالم انا شفت له ضربات جزاء يعني احتسبها في ماتش فرنسا والارجنتين ما فيهاش حاجه خالص، وفوجئت ان الفار ما رجعهوش. امبارح نفس الامر، فكره ان يتم يعني الدفع بالحكم ده رغم ان انا مش شايفه حكم موهوب على فكره. يعني الحكم اللي ادار امبارح المباراه ده البولندي ولا ما اعرفش جنسيته ايه بصراحه، وجه حتى ادار مباراتين هنا في مصر، اهلي وزمالك واهلي وبيراميدز، انا مش شايفه حكم يعني موهوب او ليه امكانيات او عنده قدرات تقدر تقول ان في ناس بتستفيد منه، عنده لعبه تحكيميه الناس بتشوف ان لا دي لقطه ممكن الحكام تستفيد منها. انا شايفه حكم عادي جدا، بس امبارح انا كنت شايفه بيوجه المباراه في اطار معين بكل صراحه وبكل امانه. الناس تقول لي هل ده سبب في الخساره؟ لا مش سبب، بس جزء من الاسباب، جزء من الاسباب. ممكن تقول الاهلي ما كانش مركز كويس على المرمى، ضيع فرص كتير، التغييرات كانت متاخره، كل دي كانت اسباب، ولكن
المباراة على المستوى التحكيمي قدامكم حكم المباراة في بعض اللقطات، لا لا ما يعني أنا شايفه امبارح مش هقول متحامل، ولكن هو ما كانش شايف إن ممكن الأهلي يكسب أو يكمل. كرة كهربا ضربة جزاء ما فيهاش نقاش على فكرة، يعني دي لو في نص الملعب مش هيحسبها فاول؟ هيحسبها فاول. طب لو حسبها فاول أكيد هيديها ضربة جزاء، ما حسبهاش ضربة جزاء. كرة مارسيلو هو أصلا رجليه اتلوت ومن غير أي احتكاك رجليه اتلوت، حسبها ضربة جزاء. الناس هتقول أصل مارسيلو ضحك عليه، هو ليه مزاج يحسبها ضربة جزاء؟ بصوا هجيب لكم الآخر، ومحدش يقول لي أصل الفيفا وبطولات الفيفا وفي نظام، لا مفيش نظام، مع كامل احترامي. أنا حضرت بطولات كتيرة سواء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، البطولة دي تحديدا أهي لعبة كهربا أهي، دي كانت في الشوط الأول. إزاي دي مش ضربة جزاء؟ يعني الدفعة دي أولا مفيش لعب على الكورة. ده طالع برجليه بجسمه في ظهر كهربا. دي مش ركلة جزاء إزاي؟ أنا مش قادر أستوعبها. يعني دي لو في نص الملعب مش هيحسبها فاول؟ هيحسبها فاول. بس هو مش عايز الأهلي يكسب. أنا بقولها لكم بكل صراحة. ليه بكل صراحة؟ البطولة دي مش اتعمل فيها مؤتمرات صحفية في كل المباريات؟ عشان بس أوريكم أصلاً إن فكرة إن الفيفا ده حاجة يعني ضخمة، لا مع كامل احترامي لأي مؤسسة دولية بتنظم سواء فيفا أو كاف أو يويفا حتى. البطولة فيها مؤتمرات صحفية. الاتحاد الدولي المفروض دي اتحسبت فاول على فكره، لو تاخدوا بالكم بصوا يعني برضه ما لو انت معيارك لو واحد حسبت دي فاول تحسب دي ضربه جزاء، بس حسبت دي فاول مش هتحسب دي ضربه جزاء. برضه لعيب نزل امبارح بالستارز بتاعه على رجل امام عاشور ولا حسب حاجه ولا فيها انذار. مارسيلو نزل ولا فيها كارت احمر حتى ولا فيها انذار، مفيش فيها. فيا جماعه بصوا يعني التحكيم كان جزء، محدش يقول لي ده حكم نهائي كاس عالم فمش هيغلط، لا بيغلط. والراجل ده في التوقيتات اللي زي دي لما بشوفه في الماتشات اللي زي دي بقلق. انا بعد نهائي كاس العالم قلت الراجل ده ايه الاخطاء اللي ارتكبها دي وفين الفار؟ اهي اللعبه دي ازاي نزلت مارسيلو دي ما يكونش عليها قرار اداري؟ ازاي لعبه زي دي ما يكونش فيها قرار اداري؟ يعني ده تهور منه. مش عارف يعني انا مش قادر استوعب بصراحه القرارات التحكيميه، ولكن انا بقول لكم على فكره ان الفيفا ان البعض يقول لك ايه هو الفيفا ممكن يخسر الاهلي ويخرجه من البطوله؟ لا، في تفاصيل في البطولة تقول لك الفيفا بينظم ولا في حاجات بيفوتها. أنا أعتبر ماتش امبارح من ضمن الحاجات اللي بيفوتها، لأن هو في حاجات فوتها قبل كده. والكلام ده مش هتسمعوه من حد، أنا بقى حضرته وشفته. البطولة اللي فيها مؤتمرات صحفية لكل المباريات. ماتش الافتتاح اتحاد جدة وأوكلاند سيتي كان فيه مؤتمر صحفي. الماتش الوحيد اليوم الوحيد اللي ما اتعملش فيه مؤتمرات صحفية كان ماتش الأهلي واتحاد جدة وماتش ليون مع أراوا الياباني. ده اليوم الوحيد اللي ما اتعملش فيه مؤتمرات صحفيه. امبارح كان فيه مؤتمر صحفي لماتش مانشستر سيتي واراوا، واتعمل قبلها بيوم مؤتمر صحفي لمباراه الاهلي مع فلومينس البرازيلي. يعني اليوم الوحيد اللي ما كانش فيه مؤتمرات صحفيه ماتش الاهلي واتحاد جده، والماتش الثاني اللي كان ما بين بطل اسيا مع بطل الكونكاكاف بطل المكسيك. ليه بقى؟ ما حدش سال نفس السؤال ده. لان فريق اتحاد جده ما عملش مؤتمر صحفي، ما رضيش يعمل مؤتمر صحفي، فالفيفا اضطر يلغي كل المؤتمرات الصحفيه. هو الفيفا لو بينظم وعنده حكام وفي لوائح وفي نظام وفي بطوله يسمح ان في يوم في الايفنت بتاع البطوله تتلغي المؤتمرات الصحفيه؟ اطلاقا، ده لازم يعمل مؤتمرات صحفيه. دي جزء من الحقوق الخاصه بالرعايه والتسويق والماركتنج الخاص بالرعاه بتوع البطوله، زي ما بيعمل لقاءات وحوارات في الميكسن زون بعد المباريات او قبل المباريات في التدريبه الاساسيه. لكن الفيفا ما عملش كده. تاخدوا يعني ازيدكم للشعر بيت، قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة بيوم المفروض في ربع ساعة مخصصة للإعلام للقاءات مع لاعبي اتحاد جدة وتصوير أول ربع ساعة اليوم ده، ولا وسيلة إعلامية حضر التدريب، لأن المواعيد اللي اتحطت والتدريب يكون خارج ملعب المدينة الملك عبدالله الرياضية ويتلعب التدريب في ملعب اتحاد جدة ما خلاش أي وسيلة إعلامية تقدر تاخد المسافة دي كلها عشان تحضر التمرين، رغم أن الفارق الزمني ما بين تدريب الأهلي وتدريب اتحاد جدة أنت بتتكلم في نص ساعة، والمسافة بتستغرق أكتر من ساعة ساعة ونص. ده تنظيم الفيفا. لو الناس بتقول لي اصل الحكم مش هيخسرك، لا، الفيفا في البطوله دي في حاجات كتيره ارتكبها غلط، في حاجات كتيره الفيفا في البطوله دي اشتغل عليها غلط، في حاجات كتيره جدا على فكره وعندي تفاصيل كتيره، بس تخلص البطوله نتكلم فيها، لان الفيفا في البطوله دي من اقل البطولات اللي الفيفا اشتغل عليها بالمقارنه بالبطولات السابقه. فعلى المستوى التحكيم، التحكيم كان سيء جدا على فكره، وفي مباراه الاهلي واتحاد جده كان في قرارات كتيره للحكم برده كانت سيئه في وسط الملعب، كانت في اخطاء كتيره في وسط الملعب، كانت في فاولات كتيره ما بتتحسبش، وكان الفار بيراجعه في حالات وكان بيروح لحالات هو مش مقتنع بيها. يعني ضربه الجزاء اللي حسبها على الاهلي في مباراه اتحاد جده هو ما كانش مقتنع باللعبه،
ما كانش مقتنع باللعبه اصلا، بس اضطر يحسبها ضربه جزاء والفار اقنعه ان هي ركله جزاء. ماتش امبارح الحكم البولندي اللي ادار المباراه حكم بيسير المباراه في اتجاه واحد، بيسير المباراه في اتجاه واحد. والناس ما تستغربش من فكره ان بطل افريقيا لو عمل انجاز زي ما الرجاء قبل كده الرجاء العالمي عمل انجاز وصل النهائي، ده ممكن بتبقى حالات استثنائيه، ولكن لما تبص على نظام بطولات الفيفا لا، نظام غير عادل، بدليل ان بطوله انتر كونتيننتال اللي هتتنظم في 2024 واخد القارات كلها تصف مع بعض عشان يلعب بطل اوروبا في 18 ديسمبر 2024. ايه التهريج ده؟ يعني ايه التهريج ده؟ هو مبدا الفيفا في الاساس المساواه ما بين الجميع وان مفيش عنصريه. انت بطولاتك اساسا بتتنظم بطريقه اصلا مخالفه تماما لكل مبادئك. يعني انتر كونتيننتال اسيا وافريقيا يلعب اوكيانوسيا في ملعب محايد وحسب القرعه، ويروحوا يصفوا مع بطل كوبا ليبرتادورس في ملعب محايد، وفي النهايه يروحوا يلعبوا بطل اوروبا يوم 18 ديسمبر. ايه النظام ده؟ ايه التصفيات دي؟ تهريج بالاخر يعني. في حكم امبارح الاهلي عمل ماتش كويس، ما كانش فيه استغلال الفرص، ما قدرش يعمل انجاز تاريخي، ولكن يا جماعه عندنا مباراه ثانيه بانجاز مهم جدا يوم الجمعه اللي جايه. تبقى انت الفريق العربي الوحيد اللي وصل للمركز ده 4 مرات تحقق الميداليه البرونزيه. انت بتلعب 4 سيمي فاينال كاس عالم انديه من 2020 21 22 23، مفيش فريق قدر يحقق ده. فمحدش يزعل او يحاول ينتقد او ينتقص من قيمه الاهلي في بطولات كاس العالم. انا عارف ان في ناس بتحاول تستغل الاحداث اللي زي دي وتركب الترند وتقول لك الاهلي عمل ايه، ايه الانجاز اللي حققه، اتاهل انت بس واعمل بس ربع الانجاز او نص الانجاز. فمحدش يحاول ينتقص من قيمه ومكانه الاهلي في البطوله. في امور سلبيه كتيره الاهلي واجهها، في قله تركيز حصلت في المباريات، ولكن جمهور الاهلي عليه ان يفتخر بناديه، جمهور الاهلي عليه ان يفتخر بفريقه. الفريق ده لعب 4 نهائي دوري ابطال افريقيا متتاليه، الفريق ده بيلعب 4 سيمي فاينال كاس عالم انديه، الفريق ده انتقل من قطر للامارات للمغرب للسعوديه في اماكن مختلفه، وجمهوره هو اللي صنع الحدث في كل البطولات. مانشستر سيتي بيب جوارديولا بيتكلم عليك، واجهت ريال مدريد، لعبت مع بايرن ميونخ في الدوحه. هتقولي فريق عربي او فريق افريقي قدر يعمل كل ده؟ النهارده بنتفرج على دوري ابطال افريقيا، الفرق اللي كانت بتنافس الاهلي ممكن تخرج من دور المجموعات، لكن الاهلي رغم كل التغيرات وكل المنافسات القويه دي الاهلي دايما بيفضل رقم واحد. فمحدش من جمهور الاهلي يزعل يا جماعه، لسه عندنا مباراه ثانيه يوم الجمعه، لسه في مباراه ثانيه يوم الجمعه، لسه في بطوله جديده يوم الجمعه. الميداليه البرونزيه يعتبر انجاز، يعتبر تتويج، لان انت بتبقى موجود على منصه التتويج وبتاخد الميداليات من رئيس الفيفا ومن اللجنه المنظمه، فيعتبر انجاز وتتويج. الاهلي في سنه 2023 قدر في 4 بطولات يجيب 10 مليون دولار. النادي الوحيد والمؤسسه الرياضيه الوحيده اللي دخلت عمله صعبه للبلد في 2023 10 مليون دولار. انت بتتكلم في حد ادنى 10 مليون دولار في بطوله دوري ابطال افريقيا، كاس عالم في المغرب، كاس عالم في المملكه العربيه السعوديه، بطوله سوبر افريقي. فالارقام كلها والانجازات كلها ارقام كويسه. في عندنا بعض التفاصيل ممكن نشتغل عليها، اتمنى في يناير اللي جاي في الانتقالات الشتويه الاهلي يعدل من حاجات كتيره، لان الفتره اللي جايه في بطولات اهم وداخلين على كاس عالم 2025، فربنا يكرم باذن الله في الفتره اللي جايه. ده كان كلامي عن مباراه الامس والكواليس الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نبدا نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي. طيب السوشيال ميديا من امبارح للنهارده كلام كتير جدا عن ارقام قياسيه، جوائز ومكافئات ماليه، ابرز النتائج اللي اتحققت في بطوله كاس العالم للانديه سواء على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي. كل التفاصيل دي نطلع نشوفها من خلال اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الخاص بترند الاهلي اللي فيه تفاصيل مهمه جدا في السوشيال ميديا. البدايه من حساب يلا كوره، معادله ميسي وانجاز ينتظر كولر، 5 اهداف يبحث عنها الاهلي في موقعه البرونزيه. يتطلع المارد الاحمر لتحقيق 5 اهداف من وراء الميداليه البرونزيه. اولا هتكون الميداليه البرونزيه الرابعه، لان الاهلي قبل كده حقق 3 برونزيات 2006 و2020 و2021. 2006 كانت مع مانويل جوزيه، 2020 و2021 كانت مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. طبعا النادي الاهلي هو اقصى الانديه تتويجا بالبرونزيه في كاس العالم ب3 برونزيات، فبالتالي البرونزيه يوم الجمعه ان شاء الله هتكون رقم قياسي جديد بالنسبه للنادي الاهلي. طيب كولر ممكن يحقق انجاز جديد بالنسبه له، هو فاز قبل كده ب5 بطولات مع الاهلي ولكن لم يحقق اي ميداليه في كاس العالم. البطوله الماضيه لما اتلعبت في المغرب عمل 4 مباريات على مستوى عالي جدا ولكن
النتيجة لم تكن لها علاقة بالأداء، الأهلي خد المركز الرابع، وحتى امبارح اللعيبة اتكلمت وقالت كده بعد المباراة، عملنا كل حاجة في المغرب ولكن ما حققناش النتيجة اللي احنا عايزينها. فكولر أمام تحدي تاريخي يوم الجمعة إنه يحقق نتيجة وميدالية ليه مع النادي الأهلي بالنسبة لتاريخه. كمان حسين الشحات عنده إنجاز كويس جدا وجيد جدا في كأس العالم للأندية. حسين الشحات لو كان سجل امبارح كان هيكون هداف العرب في كأس العالم، ودي الجزئية اللي خلت البعض شايف ان حسين امبارح كان بيركز على الانجاز الفردي اكتر من الانجاز الجماعي. وارد ده يحصل على فكرة مع بعض اللاعبين، ولكن نتمنى ان الجزئية دي ما تكونش موجودة في ماتش الجمعة اللي جاي يا حسين، لان في النهاية الانجاز الجماعي اكبر كتير من الانجاز الفردي، وانت بتحقق الانجاز الجماعي سهل جدا تحقق انجاز فردي. ليه بقى؟ حسين على فكرة متساوي مع ابو تريكا وسالم الدوسري برصيد 4 أهداف في كأس العالم. لو احرز هدف باذن الله يوم الجمعة بعد ما الفريق يحقق الانجاز الاهم ويكسب، ساعتها هيكون حسين هو هداف العرب في كاس العالم. ولو احرز هذا الهدف هيكون متساوي مع ميسي وسواريز اللي احرزوا قبل كده 5 أهداف في كاس العالم للانديه. فكلها ارقام وانجازات بتنتظر الاهلي وكولر وحسين الشحات، ولكن بالتاكيد الانجاز الاهم الانجاز الجماعي للنادي الاهلي. حسابي يلا كوره، قبل المنافسه على برونزيه العالم كم حصد الاهلي من جوائز البطولات في 2023؟ دي الجزئية اللي كنت بتكلم عليها، ان الاهلي يوم الجمعه اذا حقق المركز الرابع لا قدر الله هيبقى 2 مليون دولار، حقق البرونزيه هيبقى 2.5 مليون دولار، ولكن نحسم مع بعض في 2023 الارقام الماليه اللي دخلت خزينه الاهلي من المشاركه في البطولات القاريه والدوليه. كاس العالم في المغرب المركز الرابع 2 مليون دولار. كاس او بطوله دوري ابطال افريقيا البطل 4 مليون دولار بعد الفوز على الوداد المغربي في كازابلانكا. وبالتالي كده 6 مليون دولار في 250 ألف دولار كأس السوبر الإفريقي على اتحاد العاصمة، فكده 6 مليون و250 ألف دولار في 1,700,000 دولار الفوز أو الرقم اللي حققته في السيمي فاينل 1,700,000 دولار، فأنتوا كده بتتكلموا في حوالي ما يقرب من حوالي 8 مليون إلا كسر بسيط كده في البطولات أو الأرقام المالية 8 مليون دولار. يوم الجمعة حد أدى 2 مليون يبقى أنت في 2023 حققت 10 مليون دولار. خدت المركز الثالث والبرونزية ساعتها هيكون 10.5 مليون دولار أو 10.500,000 دولار. أرقام كبيرة جدا، يعني أنت لو ضربتها بالعملة المحلية هتلاقي نفسك معدي الربع مليار أو بتقترب من نصف مليار جنيه من البطولات القارية والدولية. دي كلها يا جماعة دي كلها أرقام للتاريخ. في ناس بتحسب الملايين دي كمديونيات، في ناس بتحسب الارقام دي كقضايا بتسددها عشان تفتح قيد. انت الارقام دي داخله لك خزينه الاهلي وانت كسبان وانت على المنصه وانت بتاخد جايزه افضل نادي وانت بتاخد جايزه افضل فريق. كل دي حاجات كويسه جدا لازم نبني عليها. انا عارف الاهلي ما بيخسر الناس بتزعل واحنا بنزعل، ولكن مهم جدا تبص على الايجابيات والسلبيات عشان تشوف انت واقف فين. محتاج طموحك يبقى اعلى من كده، يبقى لازم تشتغل اعلى من كده. عجبك المستوى اللي انت فيه خلاص كمل بنفس الشكل، ولكن جمهور الاهلي نفسه يوصل لاعلى من كده، وطموح الجماهير كان دايما نوصل لنهائي كاس عالم. قدر الله وما شاء فعل، نقدر في يناير نعدل الدنيا شويه ونكمل منافسه. كمان لسه عندنا بطوله السوبر لانديه الابطال في الامارات ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، ان شاء الله باذن الله تكون بطوله جديده الاهلي يختتم بها عام 2023. طيب نروح لحساب بطولاته، بيقولوا ان مارسيل كولر بعد الخساره امام فلومينينسي بطل البرازيل قال سئمت من كثره الاسئله عن التغييرات خلال المباريات، الصحفي لا يعرف اللاعبين وانا اعرف اللاعبين. طبعا هي دايما الناس بتسال كولر ليه دايما تغييراتك متاخره؟ ليه دايما تغييراتك في الدقيقه 60 او في الدقيقه 70؟ ليه دايما تغييراتك بتبقى نمطيه انك بتنزل بثلاث لعيبه معروفين دايما في الثلاث مباريات الاخيره؟ طاهر أفشة كريم فؤاد. بصوا انا في النهايه عندي وجهه نظر في الجزئيه دي من زمان مع اي مدرب. المدرب هو اكتر واحد شايف فرقته وشايف لعبته اكتر مننا، بدليل لما دفع باحمد نبيل كوكا امام اتحاد جده، انا فاكر قبل المباراه وانا في الملعب بتفرج كده بشوف تعليقات الناس، يكاد تكاد تكون الناس كلها بتقول لكولر انت ارتكبت جريمه، ازاي تعمل تغيير زي ده في التشكيله الاساسيه؟ تتفرج على المباراه تلاقي كولر فكر في ناحيه وكلنا بنفكر في ناحيه ثانيه، وفي الاخر كولر هو اللي كسب الرهان. ففي النهايه في مدير فني يا جماعه هو اللي شايف فرقته افضل. بتفرج على بعض المباريات الافريقيه الناس مركزه اكتر على الاهلي،
بصوا على صن داونز، مش هقول على فرقه تانية، ركزوا على صن داونز، يمكن هو اكتر فريق ممكن يكون قريب من الاهلي في النتائج. رولانو مكوينا لما كان بيلعب مباراه مازيمبي في لومباشي في الكونغو الديمقراطيه اللي خسر فيها 1-0، خسر بهدف جه في الدقيقه 60. اول تغيير عمله كان في الدقيقه 75، اول تغيير عمله كان في الدقيقه 75 وما عملش تغيير تاني لغايه نهايه اللقاء. تخيلوا، يعني في مدربين شايفين المباراه ماشيه ازاي، احنا ممكن نختلف معاهم، وانا ياما اختلفت في الجزئيه دي، ولكن خلاص المدرب هو المسؤول، هو اللي بيحاسب على الفاتوره في النهايه. هو شايف فرقته ماشيه بشكل كويس، شايف ان اكرم توفيق مباراه الامس كانت محتاجه معدلات جري كتير، فلعب باكرم رغم ان اكرم ما لعبش المركز ده من فتره طويله جدا. خدوا بالكم لما امبارح فريق فلومنسي عمل تغيير في نص الملعب للهدف اللي كان نازل عشانه اكرم، على طول كولر غير اكرم. يعني هو اكرم كان نازل لدور معين في نص الملعب، ولو تبصوا امبارح على التحليل الرقمي اللي طالع من الفيفا، مش بقول من اي محلل اداء، في طريقه اداء مروان عطيه وامام عاشور واكرم توفيق اكتر ثلاثه في نص الملعب غطوا المنطقه دي كلها بالكامل بالمقارنه بلاعبي فلومنسي في وسط الملعب. ففي النهايه يا جماعه النتيجه انا عارف هي اللي بتبقى المقياس، ولكن كل مدرب ليه حساباته. النتيجه يا تخلي حساباته صح يا تخلي حساباته غلط. نكمل مع بعض ونشوف حساب الوطن الرياضي اراء خبراء التحكيم عن الحالات التحكيميه في مباراه امبارح. كابتن جهاد جريشه قال ركله جزاء فلومنسي صحيحه ولا توجد ركله جزاء لكهربا. وجهه نظر الكابتن جهاد جريشه. طيب كابتن ياسر عبد الرؤوف قال كهربا استحق ركله جزاء. كابتن احمد الشناوي المحاضر الدولي قال لعبه كهربا ركله جزاء واضحه ولعبه مارسيلو صحيحه. كابتن رضا البلتاجي قال ركله جزاء فلومينسي صحيحه والحكم ظلم الاهلي في لعبه كهربا. تباينت الاراء. عموما هم خبراء تحكيم بيفهموا مننا بالتاكيد في قانون اللعبه وفي الحالات التحكيميه اكتر مننا، لكن كمان الكابتن ناصر عباس اضافه للخبراء اتكلم امبارح وقال ان الاهلي اتظلم ظلم بين كبير جدا من الحكم، ضربه جزاء لكهربا، مفيش ركله جزاء لفلورومينسي، الحكم كانت كل قراراته من اسوء المباريات اللي قدرها. وانا شايف يا كابتن ناصر والله حتى مباراه نهائي كاس العالم كانت من اسوء مبارياته، ولكن يبدو ان في دعم كبير جدا ليه من لجنه تحكيم فيفا، وهي الاختيارات دايما ما بتبقاش اختيارات بناء على المعايير الفنيه. في حكام في اوروبا على فكره افضل من الحكم البولندي 100 مره، ولكن الاختيارات انتوا فاهمين بتمشي ازاي. كورا بلس بيقولوا ان في اجتماع ما بين اداره الاهلي مع كولر بعد السوبر، ثلاث امور منتظره. الناس بتتكلم ان طبعا في بطوله سوبر في الامارات، وبالتالي هيكون في اجتماع مع كولر بعد السوبر لتقييم المرحله الماضيه وتحديد صفقات الشتاء في يناير. مين بقى ممكن يكمل؟ مين ممكن يطلع اعاره؟ مين صفقات ممكن تنضم في يناير عشان الاهلي يستفيد بيها محليا وقاريا؟ ده هنشوف الفترة اللي جاية، لأن كتير قوي في اجتهادات في الملف ده. كورا بلس وتصريح للمدير الفني لفلومينسي البرازيلي، قال فريق الأهلي مميز ولديهم لاعبين جيدين مثل رقم 22، طبعا بيتكلم هنا عن إمام عاشور. مدرب فلومينسي على فكرة يا جماعة مدرب كبير جدا جدا، وعامل حالة في أمريكا الجنوبية، وامبارح كان معايا الكابتن أحمد عبده المعلق الرياضي، وهو من أكتر الناس اللي قريبة جدا من أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، واتكلم في تفاصيل شفناها في الملعب. مدرب فريق فلورمنسي مدرب ذكي بيجمع ما بين حاجات كتيره جدا في التدريب، سواء في العلم سواء في التكتيك، ليه طريقه تدريب معينه عامله زي البيب جوارديولا. فحتى لما شبه طريقه تفكيره قال لك صن داونز بيطبق بنفس الفكر. ففريق كان صعب جدا، مش معدل الاعمار السنيه اللي هيكون مقياس للحكم على اداء الفريقين في مباراه الامس، وبدليل احنا شفنا في النهايه ان العناصر الكبيره هي اللي كان لها تأثير كخبرات في فوز بطل البرازيل. طيب جوارديولا المدير الفني للسيتي امبارح لما اتكلم في المؤتمر الصحفي قال لم أتفاجأ من أداء الأهلي المصري أمام الاتحاد السعودي، عندما كنت في مصر منذ أسابيع كل شخص هناك يتحدث عن الأهلي وقوته وقدرته على منافسة الأندية الأوروبية، الجميع هناك تقريبا يشجع الأهلي. طيب ده تصريح مهم جدا من جوارديولا. طيب المصري الرياضي تصريح لباتريك مندي وكيل اعمال موديست اللي قال فيها ان موديست سعيد مع الاهلي ولا يوجد سبب للرحيل، ملف لسه هيناقش في الفتره اللي جايه. الوطن الرياضي تفاصيل العرض السعودي لمحمد الشناوي وموقف الاهلي النهائي، مع كامل احترامي لكل ما يكتب، محمد الشناوي مستمر مع النادي الاهلي حتى نهايه الموسم، مفيش رحيل للشناوي في يناير. ملعب القاهره 24 تصريحات حول انتقال تراوري وبكار للأهلي. الاتحاد المانشستيري من خلال
المسؤول رئيس النادي أمير الحيزم اتكلم وقال إن موقف النادي في رحيل الظهير الأيسر هشام بكار والمهاجم المالي بوبكر تراوري لا مانع لدينا في الرحيل في الانتقالات الشتوية، ولكن لدينا شروط، وبالتالي كل هذه الأمور اجتهادات شخصية، ننتظر ماذا سيحدث في انتقالات يناير. نروح للترند المحلي وكأس الأمم الإفريقية على الأبواب. كلنا عارفين إن في قائمة مبدئية اتسجلت في 14 ديسمبر ب 55 لاعب، القائمة دي فيها 9 لعيبة من الأهلي. القائمة دي هتختصر في أول يناير عشان تسافر ب يا 23 يا 27 على حسب اختيارات روي فيتوريا. ملعب القاهرة 24 قالوا إن كهربا يدخل حسابات فيتوريا لقيادة هجوم منتخب مصر. هي الحسابات هنا مش في القائمة المبدئية. كل الأخبار الواردة من جهاز المنتخب إن القائمة المبدئية فيها محمود عبد المنعم كهربا، ولكن في اختصار القائمة إن كهربا هيكون موجود في القائمة المختصرة سواء 23 أو لو فيتوريا حب يزود القائمة ل 27. الأربع لعيبة الزيادة ده هتكون على حساب اتحاد الكورة، عشان بس تبقى الناس فاهمة إن في منتخبات ممكن تختار 23 وفي منتخبات ممكن تختار 27. اللي هيختار زيادة عن ال 23 ده هيكون على حساب الاتحاد المحلي طبقا للقواعد اللي أرسلها الاتحاد الإفريقي في شهر 11 اللي فات. طيب، حساب بطولات نقل بيان لوزارة الرياضة واللي فيها اجتماع عقد اليوم ما بين دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللي في الاجتماع ده وزير الرياضة طالب اتحاد الكرة بتوفير أي شيء من أجل الفوز بكأس أمم إفريقيا. أنا كل ما أتمناه وقلته قبل كده للمسؤولين في اتحاد الكرة، ركزوا في مسألة الإقامة والإعاشة والتنقلات في كوت ديفوار، لأن الأمور دي أمور صعبة جدا. الأمور الفنية الجهاز الفني هيشتغل عليها، ولكن عشان يبقى الجهاز الفني مركز في الملعب هيئوا كل الظروف حوالين المنتخب. تهيئة الظروف هتكون من حاجتين، إنك تحضر فندق إقامة جيد، وإنك تعمل حسابك لأي شيء طارئ إذا انتقلت لأي مدينة تانية، لأن الإقامة هناك يعني عايز أقول لكم مستحيلة. مفيش فنادق، اختيارات صعبة. الجالية المغربية والجالية التونسية كان ليها دور بالنسبة للمنتخبين والجالية الجزائرية، ولكن المنتخب المصري لو مش محضر كويس للتنقلات في كوت ديفوار هتبقى الأمور صعبة جدا. آخر حاجة في الترند المحلي، خبر في الجول، أحمد قندوسي شارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا وأصبح جاهزا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري. ألف مليون سلام على أحمد قندوسي، كان تعرض لجزع شديد شوية في الركبة ولكن أصبح جاهز إن شاء الله للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال. آخر حاجة معايا النهاردة في الترند العالمي، حساب يلا كورة اتكلم على إن الاتحاد الأسباني اتفق مع رابطة الليجا على نشر المحادثات بين الحكام وحكام الفار في مراجعة الحالات التحكيمية. التنفيذ ده هيتم اعتبارا من 10 يناير سواء التوقيت ده في كأس السوبر الأسباني أو حتى الدوري الأسباني. أتمنى نشوف ده قريب في الدوري المصري من خلال لجنة الحكام. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.